أنت في دعوة الإسلام السياسي كالميت على خشبة المغسل، يقلبك كيفما يشاء، لا كرامة عندك. هكذا وصف القيادي في حركة حماس محمد نظمي نصار كل الواقعين في شباك جماعات الإسلام السياسي. استفاق من خداعهم فوجد نفسه في أضل الطريق وانقضى عمره لخدمة أوهامهم. وأنا كفرت بفكرة الإخوان المسلمين، الفكرة هذه كلها بعد النضوج مش هي التي أنا أبحث عنها أو هي التي تستطيع أن تبني حلم أفكاري. يعني يتلحقون بعباءة الدين لتجنيد عناصرهم، هكذا شهد عليهم. وعقب السقوط بفخاخهم تتكشف أوجههم الحقيقة. بيمارس كل حاجة بيمارسها باسم الدين وباسم القرآن وبالإسلام، فكانت هذه هي محطات النكبة. لكن حينما تحتك فيهم وتتابع ما يدور في الخفاء، لا تقول وين يا عم، احنا خلينا على الكفار هذول احسن، خلينا على الكفار افضل، هذول بتقدر تتسلك معاهم. الاستيلاء على الحكم حلمهم الكبير، فلا شيء يشغلهم سوى الزعامة الفارغة. انه الذين طرحوا الفكرة اللي هو الاخوان المسلمين أسوأ بألف مرة في إدارة الحكم والسرقات والنهب والفساد والخراب. يعرفون وطنا وأفرادهم غير منتمين سوى للجماعة ومصالحها الضيقة. أنتم عارفين الإخوان المسلمين تنظيم دولي، ومش مؤمن بالقومية أو مش مؤمن بالوطنية ولا بالعلم الدول، هذا هو مؤمن بالتنظيم الدولي وهو يستعد لترتيب الخلافة. طبعا هذا كله وهم، كله شعارات موهومة، يعني ملهاش علاقة بالواقع. جاءت هذه الفكرة وأخذت أبنائنا وأخذت أولادنا وأخذت كل ما هو جميل عندنا، وصاغت هذه الجماعة وأخذت منهم بيعة في إطار المجتمع المسلم أساساً، إلى حقوق وواجبات خاصة في الجماعة، يعني في خطط الجماعة، في أفكار الجماعة، وليست لها علاقة بالمجتمع المسلم هذا البسيط والغلبان. أفكارهم تدميرية تهدم كيان الفرد والأسرة والمجتمع. لماذا نقول علناً أن هذه الفكرة لا تصلح للحياة؟ لماذا نقول علناً أن هذه الفكرة أينما وجدت هي فكرة فاشلة؟ هي فكرة تدميرية، هي فكرة ليست تبني، لا تبني مجتمعات ولا تبني دول. بالفساد والنفاق تتدرج عناصرهم إلى المراتب العليا في تنظيمهم الخبيث. يظل ينفخ فيه ويظل يقول له أنت من المؤمنين وأنت من الصادقين وإخواننا وكل اللي بتعمله صح. أنا أعي الطريق كيف ممكن أن أصل إلى أعلى درجات المسؤولية في حركة الإخوة المسلمين وفي حماس. شعاراتهم زائفة، فرغم تأكيدهم بأن فلسطين قضيتهم الأولى، لم يقيموا تنظيما هناك لتفادي الاحتكاك مع إسرائيل. الإخوان المسلمين الفلسطينيين لا يوجد لهم تنظيم. فأنا سألت ببساطة، طب ليش؟ يعني على الرغم أنه الإخوان المسلمين يجب أن يحترموا فلسطين بخصوصية خاصة، أنا صدمت حقيقة. خسروا وكانوا سبباً في ضياع الأمة، فكان عليهم الاعتراف بالفشل. يجب أن نقف كفكر إسلامي، كحركات إسلامية، أن نقف بصراحة وبكل شجاعة نقول للناس إحنا فكرنا فشل.